السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. نشرت العديد من الصفحات صورة لرضيع موضوع داخل كيس بلاستيكي حيث تركته والدتها أمام دار الأيتام، وحسب ما تم تداوله فقد تركت الأم رسالة داخل الكيس البلاستيكي والذي يوجد فيه ابنها، وجاء في مضمون الرسالة أن الرضيع يدعى عمر ابن عبد الرحمن يتيم الأب، وأمه غير قادرة على تحمل رعايته لأسباب عدة. وأكدت الأم في ختام رسالتها أن ابنها ابن حلال ولد في المنزل حتى لا يتم رميها أو رمي ابنها بالباطل. وللإشارة فإن الحادثة وقعت منذ مدة وتم تداولها اليوم على أوسع نطاق.